تقنية جديدة نشوف أغلب النجوم العالميين بيتبعوها من فترة، وهي الفيرتيكال فيديو. فبدل ما ينزل الفنان كليب عادي، بيسوي نسخة بالطول عشان تقدر الناس تحضرها على الموبايل أو التابلت. هالترند بدأ لأول مرة بال2017 على تطبيق سبوتيفاي، وسيلينا غوميز كانت من أوائل الفنانين اللي نزلوا أغنيتهم على طريقة الفيرتيكال فيديو لأغنية وولفز، واللي كانت فكرتها محادثة فيديو وصورت نفسها سيلفي. من بعدها كاميلا كابيو اعتمدت نفس الطريقة بأغنية هافانا اللي صورتها لسبوتيفاي بمحطة القطار بشكل بسيط، وحققت أكثر من 114 مليون مشاهدة على يوتيوب. وبشهر أبريل من هالسنة اختارت نيكي ميناج إنها تطرح أغنيتها الجديدة تشان لي، وبنفس الشهر نزلت بيبي ريكسا أغنية فراري مع مجموعة من العارضات على جبل، وكانت لابسة بانس جلد باللون الأحمر الفراري. وبشهر مايو نزلت أريانا غراندي أغنية No Tears Left to Cry، وكانت عبارة عن فريم واحد وبتغني الأغنية وكأنها على ميرور. ومؤخرا نزلت شاكيرا ومالوما أغنيتهم كلانديستينو واللي كانت باللون الأبيض والأسود، والملفت إن كل واحد منهم صور لقطات الفيديو من غير ما يلتقوا فيه. اليوم الستارز ليوصلوا كليباتهم للناس بطريقة أسرع عم بيلحقوا التكنولوجيا الموجودة بكل الديفايسز، يعني